مساء الفل. كتير مننا واحنا نازلين نصور فيديو بنقع في بعض الاخطاء الشائعه، بس احنا ما بنكونش عارفين ان دي اخطاء، بس بنكتشف ده لما بنرجع في المونتاج. النهارده في الفيديو ده هنتكلم عن الاخطاء الشائعه لمصورين الفيديو. الخطأ الشائع الاول اللي الناس بتستخدمه او الناس بتقع فيه هم انهم بيصوروا فيديو من غير ما يستخدموا ترايبود. الحامل بتاع الكاميرا مهم جدا، سواء ترايبود او سواء مونوبود، لازم الكاميرا تكون متثبته على حاجه وانت بتسجل فيديو، لان انا في الدنيا كلها ما ببقاش مقتنع وانا بتفرج على فيديو على كادر مهزوز، تاخد انترفيو او بتاخد حاجه او بتصور شوت شكله حلو، شوتات كلها شوتات جماليه، بتعمل اعلان، بتعمل دوكيومنتري فيلم، كل ما كان متاح معاك تستخدم ترايبود وما تستخدموش ده بيبقى عيب في الصوره. طبعا هنستثني من الكلام ده كله التصوير الصحفي. التصوير الصحفي بتبقى نازل تصور حاجه سواء فوتوغرافي او فيديو، نازل بتاخد فيديو، بتاخد لقطات، مستعجل، بتجري، بتعمل، ده بره الموضوع. غير كده استخدموا الترايبود عشان ده خطا شائع بيقع فيه الناس. الخطا الشائع الثاني هو ان الناس بتصور على الاكسبوجر الاوتوماتيك بتاع الكاميرا او الاوضاع الاوتوماتيكيه لقياس الضوء المتثبته في الكاميرا الاي في والتي في والحاجات دي كلها. ازاي بتعمل كده؟ انت بتصور فيديو، انت اللي عارف محتاج اضاءه عامله ازاي، انت بتظبط السيتنج بتاعتك، لازم تشتغل مانوال اكسبوجر وانت بتصور فيديو، ما تخليش الكاميرا هي تقول لك هناخد الاضاءه المناسبه. افرض انت عايز تعمل حاجه دراماتيك مثلا، بتقلل فيها اللايت قوي او بتغير فيها حاجه في الاضاءه معينه، ما ينفعش انت تحط سيت اب اضاءه او معتمد على اضاءه خارجيه جايه لك وفي الاخر بتشتغل اوتوماتيك في الاكسبوجر. تالت مشكله الناس بتقع فيها هي استخدام الفوكس الاوتوماتيك. برضو مش متخيل يعني ايه انت بتصور فيديو وسايب الكاميرا هي اللي تظبط نقطه الفوكس بتاعتك. الفوكس مانيوال في الفيديو علشان انت اللي بتحدد، لو بتاخد انترفيو فبتعمل فوكس على العين او الوش بشكل عام، لو بتصور منتج، لو بتصور برودكت، لو عندك حركه كاميرا بتاخد بيها شوت معين، انت اللي بتظبط الفوكس مش الكاميرا، فلازم تشتغل في الفيديو على المانيوال فوكس. رابع خطا والرابع حاجه الناس بتقع فيها في الفيديو ده هنتكلم عنها النهارده هي استخدام تسجيل الصوت عن طريق مايكروفون المثبت في الكاميرا، الانترنال مايك بتاع الكاميرا. ما ينفعش انا بسجل صوت بروفيشنال على فيديو هينزل او هيتذاع في قناه او هيتذاع على الانترنت وابقى واخد الصوت بتاعه من الانترنال مايك بتاع الكاميرا، فالصوت طالع معايا، طالع معايا هش، وطالع معايا تكييف، طالع معايا كلاكسات، وطالع معايا كل الصوت المحيط بالراجل اللي بيتكلم. استخدموا مايكات خارجيه، واحنا عندنا فيديو مخصوص عن انواع الميكروفونات اللي ممكن تستخدمها وانت بتسجل فيديو. بس كده.